السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإخوة بعد بيقول إن الأرك كاد والريفت مجال مختلف، لأن الأرك كاد كمبيوتر أي ديزاين أو درافتس، فده مجال وده مجال خالص عكس الريفت اللي هو البيم. الواقع إن في يعني لبس بسيط، هو الأرك كاد من أقدم برامج البيم ومن أقوى برامج البيم، بس يمكن هو الاسم تشابه ولا مشاهدت في الاصطلاح، يعني مش مشكلة الاسم او ايه، لان هو لما اتعمل الاركيكاد ما كانش كلمة البيم دي ظهرت. لما اتعمل الاركيكاد بدأوا يعملوا فيه في 82 تقريبا، وكلمة بيم دي جت بعد كده في التسعينات، فبس هي الفكرة نفسها موجودة من الستينات، ان احنا نقدر نعمل نموذج للمبنى بكل المعلومات اللي فيه. تمام، ففي برامج كتيره بيبقى اخرها كاد وهي اصلا برامج بيم، فمش مشكله الاسم، المهم هي بتعمل ايه، هل هي مطبق عليها شروط البيم ولا لا. على سبيل المثال مثلا الاركيكاد، على سبيل المثال اوتوكاد اركتكشر واوتوكاد ام بي واوتوكاد استراكشر، برنامج الماجيك كاد، برنامج الفري كاد، كل برامج دي بيبقى فيها البرامتر وبيبقى فيها خواص البيم وبيبقى فيها ان انت تقدر تاخد سكشن وتلاقي التعديلات بتحصل في كل مكان في نفس الوقت، وان انت تقدر تعمل حصر، وان انت تقدر تعمل حل، تعرف الكلاشات موجوده فين، كل الحاجات دي بسهوله جدا لان انت بتستخدم البيم، فلا مشاحه في الاصطلاح، مش مهم الاسم، المهم هو بيعمل ايه.